حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، ما يزال مشروع الموازنة الاتحادية يقف على قدم واحدة في بيت التشريع، ففقرة التفاوت في التخصيصات ما بين المحافظات واستحقاقات الإعمار يراها نواب أنها كفيلة لأن تسبب نكبة الاستمرار في الإجحاف، والمواصلة بهذا المسار يعني تغييب لحقوقها وتقليل من فرص الرخاء، إذ أنها ثغرة في أو من الواجب تداركها عبر ما منح للبرلمان من هوامش التعديل والمناقلة في الأموال وغير ذلك، فأن مقاطعة جلسة التصويت أقرب الخيارات، وهو ما يعني إخلال في ضمانات النصاب، فمحافظات الوسط والجنوب تنشد المساواة في موازنة الانفجار. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وللمرة الأولى وعلى تعاقب الدورات البرلمانية يتم التصويت على قانون الضمان الاجتماعي أو الضمان التقاعدي للعمال، حيث تداولت آراء المراقبين بما سيكون له من دور مهم في إعادة رسم نظرة المواطنين نحو الوظائف الحكومية لتصبح جميع شرائح المجتمع مشمولة بالتقاعد للمرة الأولى، حيث سيشمل شريحة واسعة من المستفيدين منه يبلغ عددهم ما يقارب 30% من الشعب العراقي. بالتالي هذا القرار يرفع ضغط عن كاهل القطاع العام من خلال إشراك القطاع الخاص إلى جانبه، والذي عملت الحكومة على تنمية الاقتصاد المحلي من خلال ذلك، وما زالت التعليمات في طور التعديل والمناقشة. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة نناقشها تباعا، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا أو ضيفتنا الكريمة في الاستوديو، عضو مجلس النواب السيدة مهدية اللامي. أهلا بكم سيادة. أهلا وسهلا، حياكم الله. رحب بيك وأنت كنائبة وممثلة عن الشعب في البرلمان، وخصوصا في لجنة الخدمات النيابية. ونود أن نتحدث اليوم عن الموازنة. سيادة النائب، اليوم الموازنة تأخرت كثيرا، الشعب دا ينتظرها، قطاعات مهمة منتظرة هاي الموازنة. فعلا نواب المحافظات الوسطى والجنوبية هم اللي مأخرين الموازنة، وشنو السبب؟ هم مأخرين الموازنة؟ نعم. بداية تحية لكم ولقناتكم الموقرة ولمشاهديها الكرام. تتعرف حضرتك والمشاهد الكريم أنه وفق القوانين والأصول الدستورية الموازنة يجب أن تصل إلى مجلس النواب في المنتصف تشرين الأول، يعني 15/10 مفروض الموازنة توصل. تتعرف التداعيات اللي كانت آنذاك موجودة، والحكومة الاتحادية رأت النور يوم 27/10، هذا الموضوع أحال دون وصول الموازنة في وقتها المحدد. كان أكو ملفات عالقة وتفاهمات، لا تزال ملفات عالقة، لا تزال. انحلت هاي المسألة عند الحكومة، وقبل ايش قد دزوها للبرلمان؟ يعني الموازنة وصلت إلى مجلس النواب وقرأت قراءة أولى، وعادة في القراءة الأولى لا يمكن أن تكون هنالك نقاشات أو مداخلات، تقرأ القراءة الأولى، بعدها تم إعداد تقرير من لدن اللجنة المالية، وتم مناقشة هذا التقرير مع السادة أعضاء مجلس النواب، وكل نائب أدلى بدلوه مداخلة، شنو اللي موجود عنده، شنو المقترح اللي موجود، المشاكل العالقة اللي ممكن أن يطرحها، باعتبار الموازنة الآن تمثل الشريان الأبهر للحكومة الاتحادية وحتى الشعب العراقي برمته. يعني ستشوف حتى مواطن بسيط شو وقت تنقر الموازنة، شو وقت مثلا خصوصا هذه الموازنة هي لثلاث سنوات، يمكن هذه تكرر لثلاث سنوات. الموازنة 2023 هي راح تكون قانون الموازنة، أما الـ 24 والـ 25 هذه راح تكون سميها الاسترشادية، وممكن أن تكرر لـ 24 25 مع
وجود التعديل في حالة ارتفاع سعر البرميل، في حالة ارتفاع الدولار، في حالة أمور أخرى ممكن أن تعدل من خلال الحكومة وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، هذه قابلة للتعديل، مو تكون ممكن يعني جامدة إلى هذا الحد. بالنسبة للموازنة تعرف حضرتك صار بها عجز، والعجز هو الرصيد السالب للموازنة. فضلا عن ذلك كانت هنالك لقاءات مستفيضة مع اللجنة المالية وكل الوزارات القطاعية، الصحة والتربية والإسكان وإلى غيره، لمعرفة مدى احتياجات والمشاكل العالقة والإيرادات وكل ما يتعلق بهذه الوزارة تعرفت عليه اللجنة المالية، بعدها الهيئات، بعدها تم استضافة المحافظين لكل محافظات العراق. قضية المحافظين محافظين الوسط والجنوب، هاي المحافظات يمكن كان عندها اعتراضات من المحافظيها ومن نوابها أيضا. فعلا هناك غبن لهذه المحافظات بحصصها ومخصصاتها من الموازنة؟ دعني أعرج على قضية مهمة جدا هي تطبيق وليس تنظير الواقع. احنا كلجنة خدمات وأعمار نيابية بعد ما تم استضافة السادة المحافظين في المحافظات 15 محافظات إقليم كردستان ما ممكن استضافتهم، كان هنالك لقاء مستفيض وموسع مع لجنة الخدمات والأعمار النيابية، وقبلها كان الاجتماع مع اللجنة المالية لمعرفة الأمور اللي تتعلق بالتخصيصات المالية. فكان هنالك حضور ل 12 محافظ، تم تغييب فقط محافظ ذيقار والأنبار والبصرة، لم يحضروا الاجتماع في وقتها، وكان هنالك قد يكون هنالك فد يعني إجراء معين ما حضروا، لاحقا ممكن نعرف. تم شرح كل القضايا اللي موجودة من لدن المحافظين، كل حسب اختصاصه وحسب واقع محافظته. أنت تعرف المحافظات تختلف من محافظة إلى أخرى وفق الخصوصية. إحنا قبلها كنا مصنفين الديوانية من المحافظات المنكوبة بعد زيارتها للمحافظة واستضافة المحافظ في اللجنة، كذلك محافظة بابل كم استضافته في اللجنة وتم زيارة المحافظة ميدانيا، وتعرفنا على أن محافظة بابل 6% لحد الآن المنجز من البنى التحتية. لعد محافظة بابل شنو واقعها الآن؟ ما احنا من 2003 إلى 2023 6% إنجاز من البنى التحتية. السماوة تفتقر إلى أبسط الخدمات فضلا عن أنها تعد من المحافظات الأكثر فقرا. إذا أريد أجي أصنف حتى المادة الدستورية 121 تنص على أن ممكن أن تعطى للمحافظات إيرادات وفقا لثلاث محاور، محور الحاجة، محور عدد السكان، ومحور الإيرادات الواصلة إلى المحافظة. يعني أنا من أريد أجي أنطي للسماوة، صح سكانها أقل من المحافظة الأخرى لكن احتياجها أكثر، ما عندها إيرادات مثل ما موجودة مع محافظة يعني أخرى. يعني محافظات الوسط والجنوب، سماوة وغيرها، البصرة، الديوانية، يعني نجف كربلاء سيتناب، يمكن نجف كربلاء مو مثل السماوة، السماوة أكثر ديوانية، أكثر بها نقص خدمات، تأن وصفت بأنها تأن من نقص الخدمات الأساس. ست مهدية، مكان المفروض يصير بها إنصاف بهذه الموازنة المهمة. أنت تعرف حضرتك والمشاهد الكريم أيضا يعرف أن التخصيصات المالية اللي ترد إلى المحافظات تكون عبر تنمية الأقاليم. وتنمية الأقاليم هذه تشمل موازنة تشغيلية والموازنة الاستثمارية. رصد في هذه الموازنة ميزانية تنمية الأقاليم 2.5 تريليون دينار عراقي، وهذا رقم طبعا لكل المحافظات 2.5 تريليون دينار عراقي، وهذا هو رقم خجول أمام ما تعاني هذه المحافظات من تردي ونقص في الخدمات. من خلال اللقاء مع السادة المحافظين في لجنة الخدمات والإعمار، وهذا قبل أيام، ما كان بالبعيد، لاحظنا من خلال الكلام أو الحديث لكل السادة المحافظين أن التخصيصات الواردة الآن قليلة لا توازي وحجم المشاكل اللي موجودة في المحافظات مع خصوصية كل محافظة، وبالتالي المشاريع المتلكئة اللي موجودة في المحافظات هي تعود إلى الوزارية، يعني إلى الوزارات. طبعا هذا الكلام كان لكل المحافظين دون استثناء. على سبيل المثال في محافظة النجف احنا زرناه ميدانيا من قبل لجنة الخدمات، كان هنالك مشروع الصرف الصحي وهذا مشروع كبير جدا، أقر من 12 سنة 2012 لحد الآن ما منجز هذا،
ليش ما منجز؟ لأن لم تكن هنالك إيرادات ولم يكن هنالك تخصيصات مالية لإنجاز هذا المشروع، علما أنه هو مشروع كبير يسد حاجة فعلية للمحافظة وممكن أن يكون على شكل دفعات شكل سنوات، هذا لم ينجز. أكو عندنا مشاريع اندثرت وهذا الاندثار أيضا راح يصرفنا أموال حتى تعالج الاندثار ثم تعالج دورة حياة المشروع حتى يكمل. طيب بصراحة كلجنة خدمات وأعمار نيابية اتفقنا مع السادة المحافظين كمخرجات للقاء أنه يجب أن تكون هنالك تخصيصات مالية أكثر من 2.5 تريليون. طيب ممكن هاي التخصيصات المطلوبة من قبلكم أو من قبل المحافظين محافظات الوسط والجنوب، نعم، ممكن تأمينها من قبلكم في البرلمان بالمناقلة من وزارات من أبواب صرف أخرى؟ يعني احنا بصراحة بعد ما عرفنا أن هنالك غبن وحيف وقع على محافظات الوسط والجنوب كان هنالك جمع تواقيع من السادة النواب، وهذا وفق الأطر القانونية والأطر الدستورية أنه إذا نريد احنا نفعل الموضوع أو يرفع إلى هيئة الرئاسة ومن ثم إلى اللجنة المالية للأخذ به هو توقيع ما يقارب 50 نائب. احنا الآن وقعنا ما يقارب أكثر من بعد 100 من النواب، حتى مو الآن من بغداد ليش وقع الوسط والجنوب بس، نعم. هذا واقع، يعني هذا واقع أنه هذه المحافظات أطالها الحيف والنقص في إيصال التخصيصات، بالتالي وصلت هذه إلى اللجنة المالية وهنالك الآن خلاف ما بين اللجنة المالية ما بين محافظات إقليم كردستان ومحافظات الوسط والجنوب، في حين احنا محافظاتنا كلها عزيزة علينا وممكن ان تصنف هذه المحافظات وفق الحاجة، احنا عندنا محافظات اطالها الارهاب وهي سؤالي هذه محافظات متضررة، محافظات متضررة لكن على اي اساس صنفت ووضعت ابواب الصرف وخصصت هذه الاموال للمحافظات؟ انت ذكرت 3 محاور، نسبة الفقر في المحافظة او حتى عدد سكانها او حاجتها للخدمات، نعم، او موجود بها من مشاريع حاليا، نعم، هاي الموازنة على أي أساس انبنت من هاي المحاور؟ أنا وضحت الجنابك الكريم أنه كان هنالك لقاءات مع المحافظين في محافظات كل حسب محافظته مع اللجنة المالية، وبعدين المحافظين مع لجنة الخدمات، ولقاء المحافظين مع لجنة التخطيط الاستراتيجي والأداء الحكومي، كل هذه اللجان سوية اجتمعت على أنه هذه المحافظات هي في أمس الحاجة إلى أن تقدم لها الإيرادات أو التخصيصات المالية بما يتناسب بحجم المشاكل اللي موجودة في المحافظة. طيب. هي واقعا من خلال تنمية الأقاليم تأخذ، فضلا عن مشروع البترودولار أيضا راح يوصل. ولا ننسى أكو قضية مهمة في الموازنة، هنالك صندوق دعم المحافظات المتضررة أو المحافظات غير المتضررة اللي هي أكثر احتياجاً، يعني عندنا صندوق المحافظات المتضررة وغلق ملف النازحين وخصص له ما يقارب 500 مليار دينار عراقي، سهل نينوى وقضاء سنجار تعرف حضرتك أيضاً أطالها الحيف الكثير خصص لها 50 مليار دينار عراقي، عندنا الرأي الآخر هو أن يكون هنالك صندوق إعمار المحافظات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، واقصد بها المحافظات اللي صنفت من خلال صار اتفاق على هالموضوع، ممكن مناقله اموال وتاسيس هذا الصندوق؟ احنا ممكن يعني احنا كسلطه تشريعيه دورنا في الموازنه هو المناقله من الى وين يكون الحاجه الفعليه، لكن مو دور كبير مثل دور الحكومه، الحكومه هي رسمت هذه الموازنه، نعم، ابناء محافظات الوسط والجنوب ابناء هذه المحافظات يبوعون للحكومه، هاي حكومه شيعيه خدمات. حكومه شيعيه كان في أولى أولوياتها هي الخدمات وتوفيرها خصوصا لهذه المحافظات المنكوبة الفقيرة تعبانة اللي حتى المحافظات اللي تضررت من الإرهاب، لكن محافظات الوسط والجنوب يشوفون هاي الحكومة اللي يسموها شيعية حكومة إطار، مو كان المفروض تنصفهم برسم هذه الموازنة وأساس هذا القانون؟ هو أكيد هذا لازم يكون حاضر في الموضوع إنصاف هذه المحافظات، بدليل إحنا ليش جمعنا التواقيع كنواب، ليش جمعنا تواقع؟ هم أيضا أنهم عليكم أنتم نواب هذه المحافظات من بغداد إلى الجنوب ومشاكل هذه المناطق ببغداد ومشاكل محافظات الجنوب، نعم، وبعد جمع التواقيع أرسل إلى اللجنة المالية وهنالك لقاءات مستفيضة مع اللجنة المالية وحوارات عديدة، لكن أنت تعرف حضرتك الآن اللجنة المالية اجتماعاتها خارج مبنى مجلس النواب ولا يسمح لأحد من النواب أن يحضر
إلى اللجنة المالية وتم التصويت عليهم داخل اللجنة لئلا يتأثر قرارات الموازنة بالإرهاصات السياسية أو بالتداعيات الفئوية أو غيرها. لذلك احنا الآن أيضا تم جمع مجموعة من التواقيع للسادة النواب، وصل لحد قبل ساعتين إلى 58 نائب بأن يكون لنا لقاء خاص مع اللجنة المالية لمعرفة حيثيات هل تم إنصاف هذه المحافظات واللي أيضا تم جمع تواقيع عليها لإدراجها وإعطائها تخصيصات تتلائم وحاجة الفعلية وتردي الخدمات والواقع المأساوي والتصنيف اللي صنف على أساس أنها من المحافظات المنكوبة أو الأكثر احتياجا وضعفا، هل تم إدراجها؟ طيب. لحد الآن لحد الساعة أتحدث مع جنابك الكريم لم يصل أي رد. هل صنف هذا الموضوع؟ هل تم إدراجه؟ هل وصل إلى التصويت على أن تنقل أو تكون مناقلة تخصيصات لزيادة التخصيصات لهذه المحافظات؟ لم يصل لحد الآن. طيب. إن شاء الله يكون أنت طلعتي يعني باعتبار صارت لقاءات ودرستوا هذا الموضوع وناقشتوا، طلعتي على الأرقام المخصصة لهذه المحافظات المرهقة من جانب الخدمات وبحاجة إلى مشاريع وغيرها وكثافة سكانية بها ونسبة فقر عالية، ممكن إذا بقت على هذه الأرقام الموجودة أن تمثل تهديد حقيقي لحركة الإعمار والبناء بهذه المحافظات؟ أكيد، هي إحنا من نريد نخطط إلى مشروع أو برنامج يجب أن تكون هنالك آليات لإنجاز هذا الهدف أو هذا المخطط. نعم. لعل من أبرز هذه الأهداف هو توفير الموارد البشرية والموارد المالية. إن توفرت هذين المحورين ممكن أن توظف هذه الموارد توظيف سليم لتأخذ دورها تقديم الخدمة بواقعية إلى المواطن. أن إذا التخصيصات المالية ما متوفرة بالكم اللي موجود من المشاكل الديوانية رصيف ما بيها، باب 6% بنى تحتية وإحنا بال 2023 وصرفت أموال كثيرة، المحافظة السماوة أطالها الفقر والعوز، نعم مرات يقولون لا مو نفوسها قليلة، نعم نفوسها قليلة لكن خدماتها متردية، احتياجاتها كثيرة، مواطنها يعاني من الفقر والعوز والبؤس، كيف ما ممكن أن تصنف ضمن هذه المحافظات؟ لذلك إحنا ارتئينا وبعد هذه المخرجات أنه تكون حصة تنمية الأقاليم، يعني حاولنا قدر الإمكان أن نوصلها كمقترح إلى 8 تريليون. وهنالك أنت تعرف حضرتك الخدمات تقدم بجناحين، جناح الوزارات وجناح المحافظات. هذه نقطة مهمة أيضا، الوزارات يمكن ما كان عندها نشاط بالمحافظات. نعم. بقدر النشاط والإعمار والموجود بالمحافظات والإدارات المحلية. طيب نظام الدولة العراقية الجديد ينادي باللامركزية الإدارية. نعم. ليش يعني تتعزز موازنات الوزارات على حساب ما مخصص للمحافظات؟ احنا خلينا نرجع للمادة الدستورية اللي هي تقول 122 ثانيا. نعم. تمنح المحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات الإدارية والمالية، إدارية ومالية واسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على مبدأ اللامركزية الإدارية. طيب. على أن ينظم ذلك بقانون. هذا الدستور واضح، هذا الدستور وياي الآن، طلع المادة الآن وصفحها وشوفها. نظم القانون اللي هو 21 لسنة 2008 المعدل وعدل 3 مرات والآن في طور التعديل الرابع، صنفت هذه المحافظات أنه تعمل بمبدأ اللامركزية الإدارية، وهذا كل الأنظمة الديمقراطية تعمل بهذا. اللامركزية الإدارية هي جزء من المركزية، هو أن يكون هنالك تعاون ما بين السلطات المركزية وما بين السلطات المحلية، وهذا التعاون يكون على أساس تقديم الخدمات إلى المجتمع المحلي عن طريق الحكومات المحلية، وممكن أن تدير شؤونها بهذا المبدأ وأن تشرع القوانين اللي لا تتعارض مع الدستور ومع القوانين الاتحادية، وهي المحافظة أدرى بشعابها. كل المخرجات اللي خرجت من لقائنا مع المحافظين أكدوا وبشكل قاطع أن كل المشاريع المتلكئة هي مشاريع وزارية، كل المشاريع المتلكئة. طيب. هي من قبل الوزارات. طيب ليش انطوا المحافظات أو خصصوا المحافظات مبالغ أو نسب من هذه الموازنة أعلى من احتياجها أو أعلى من نسبة سكانها أو أعلى من نسبة الفقر الموجود بها على حساب محافظات أخرى هي أكثر حاجة؟ احنا نتمنى أن لا يكون هنالك التداعي السياسي حاضر بهذه الجزئية، يعني أكو قصدك توافق سياسي بحيث أنا أتمنى أن لا يكون هذا حاضر. أنا أتمنى أن لا يكون هذا حاضر
في الجزئية اللي تخص المحافظات الوسط والجنوب. كل محافظاتنا عزيزة علينا، كل محافظاتنا يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، لكن أكو تخطيط وأكو يعني رصد أنه هذه المحافظات لم تنصف مع الواقع الخدمي ومواقع الحرمان اللي موجود بها طيلة هذه الفترة. مع احترامنا للمحافظات الأخرى، محافظات أطالها الإرهاب، أطالها التخريب، أطالها حرب داعش، شاركت المحافظات الجنوبية في أن تخلص هذه المحافظات من ظلاميات داعش ومن العصابات الداعشية. المحافظات أسهمت في هذا الموضوع، يجب طيب. الآن أن نعدل عدة، لأن هذه المحافظات اللي ساهمت في إخراج الظلم والإرهاب من محافظاتنا العزيزة يجب أن تنصف من خلال تخصيصات مالية والإدارة فعلا الجادة والإرادة الوطنية الجادة، بأن لا يعطى هذا الرقم اللي هو نقول مخجل أمام الاحتياجات اللي هي في هذه المحافظات. أنا صراحة طيب. أتحدث عن نفسي، لن أصوت ويسجل التاريخ، لن أصوت على موازنة لم تنصف محافظات الوسط والجنوب ولم تنصف المشاكل العالقة في الموازنة، والمشاكل العالقة كثيرة. هذا ومنها رأيك فقط؟ هذا رأيي. أنت كنائبة وأعتقد رأي النواب الآخرين يعني كثير. هو أكو تساؤل كان هذا السؤال إذا توجه نيابي يعني موضوع مو موضوع إشاعات؟ لا مو إشاعات، توجه نيابي لمقاطعة الجلسة. هذا استحقاق، احنا نظام ديمقراطي، من حقنا أن نعبر عن رأينا، وهذا الرأي واضح وصريح. احنا نظام ديمقراطي لازم نعبر عن رأينا، احنا رأينا كنواب مسؤولين أمام الله يعني أنا نائب بغداد يكون مسؤول حتى عن الأنبار، عن الموصل، عن كربلاء، نجف، ديوانية، سماوة، شنو المشكلة؟ هو ممثل عن الشعب العراقي، مجلس النواب العراقي. إذن بالإجماع كتجمع نيابي وأعتقد حتى من خارج محافظات الوسط والجنوب لن يصوت على موازنة لن تنصف. يعني هذا موقف مو فقط تهديد، هذا مو لا مو تهديد، نعم نعم احنا ديمقراطية. طيب عددكم النواب احتمال تقاطعون هاي الجلسة الرافضين هذه النسب للمحافظات الجنوبية والوسطى، ايش قد عددكم؟ ممكن تدخلون بالنصاب نصاب الجلسة؟ نعم نعم نعم. ايش قد عددكم يختل تقريبا؟ النصاب يختل، انا اقول لك يختل النصاب، عدد تقريبي احنا اللي وقعنا بعد المئة، اقل من 100؟ لا بعد المئة، بعد المئة نعم. يعني هذا رقم يمكن يكون خطير، تعتقدين راح تتأخر الموازنة أكثر إن لم تنصف هذه المحافظات الفقيرة؟ نعم ممكن أن نقاطع الجلسة وممكن أن ما نصوت إلا في حالة أنصاف هذه المحافظات، لأن هي مو فضل ولا منا من أحد، هذه استحقاقات. طيب المحافظات المنتجة للنفط من الممكن أن تتدارك على الأقل شيء من أوضاعها من خلال تخصيصات البترودولار؟ نعم تقدر؟ نعم هذه جهة يعني نقول محاور ساندة للموازنة مالتهم، المحافظات اللي هي تخضع لمشروع البترودولار، وقد خصص في الموازنة 2 تريليون دينار عراقي لهذا الموضوع، وخصص في الموازنة أيضا صندوق العراق للتنمية، وهذا الصندوق خصص له تريليون. هذا ما لاحظناه في القراءة الأولى من خلال الموازنة. هسه احنا ما نعرف شنو الأمور اللي استجدت على الموازنة والإرهاصات اللي صارت عليها والتداعيات والمشاكل العالقة اللي يجب أن تضمن في الموازنة. احنا دائما نقول موازنة تنتظر التشريع ومواطن ينتظر التضمين، عندنا مشاكل عالقة لا زالت ما انحلت، خصوصا محافظات يعني ديوانية، المثنى، واسط، بابل، شلون راح يكون حالها؟ ما عندها نفط. لا ان شاء الله يكون لها تخصيص يتناءم على اقل تقدير، هسه ما راح نقول 100%، يعني احنا اذا توصل هذه التخصيصات وبهالرقم الخجول يعني بابل تبقى اذا 6% يجوز توصل 8 10% بنا تحتي، مو صحيح. بابل ايضا مترديه الخدمات، ديوانيه منكوبه، رصيف ما بها ديوانيه. طيب ليش اصوات يعني النواب المحافظات الوسطى والجنوبيه حاليا متصاعده في البرلمان، ونواب محافظات الشمالية والإقليم أيضا الشمالية والغربية أصواتهم منخفضة؟ يعني كانت مجاملة سياسية فعلا، انطوهم استحقاقاتهم بحيث راضين لقضية سياسية، لو انطوهم استحقاقاتهم على حساب الجنوبية. هناك تصريح يمكن للنائب حسن سالم يقول المنطق والعقل يقول محافظات الوسط والجنوب وبغداد أكثر استحقاق من 3 محافظات شمالية، أكثر استحقاق من حيث العدد والمحرومية والتضحيات. هذا الواقع فعلا، هذا الوصف دقيق جدا، أنه هذه المحافظات هي استحقاقها، نفوسها،
واقعها الخدمي متردي اكثر مما لو انقرنا مع اقليم كردستان. احنا ما نريد نصير ناخذ الجانب الفئوي والجانب العراقي للكل، والمحافظات كلها عزيزه علينا، بس ما ممكن ان تظلم محافظه على حساب محافظه اخرى، هذا ما وارد لا بالانظمه الديمقراطيه ولا بالانظمه الشرعيه ولا حتى بالانصاف واحقاق الحق. المحافظات الوسط والجنوب هي احق الان من بقية المحافظات، بس هم راح نرجع ونقول لا يكون على حساب مظلومية محافظة أخرى. أنا ممكن أن أنظر إلى محاور الثلاثة اللي صنفت بالدستور، يا أخي أنا ما جاي أقول، هذا دستور واضح وصريح، أقول ممكن أن تخصص الإيرادات أو الموازنة لتلك المحافظات على أساس الحاجة وعدد السكان أو المحرومية. الحاجة شو أقصد بها؟ المحرومية، يعني أنا من الديوانية ما بيها رصيف أقارنها ويا محافظات إقليم كردستان؟ هذا مو إنصاف، مو منطق. أو أجي أقارن المحافظة الديوانية أو السماء، العفو، السماوة أو بابل 6% إنجاز البنى التحتية، أقارنها مع محافظة أخرى ممكن تقارن الآن مع الأنبار؟ أنا ما جاي أقول، يعني أنا أفرق بين الأنبار، كلها محافظاتنا وكنا مسؤولين عن صوت المواطن في كل هذه المحافظات، لكن اكو حيف الان وقع على محافظات الوسط والجنوب يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار، وليس تهديد ولا وعيد. صراحه راح يكون لنا موقف جاد ويحسب ويسجل التاريخ اننا مع انصاف محافظات الوسط والجنوب، لكن ليس على حساب المحافظات الاخرى. يجب ان يكون هنالك معيار واضح وصريح وفق الأطر الدستورية والقانونية، لكي نضع النظام الديمقراطي على السكة الصحيحة. الشكر الجزيل لكم عضو مجلس النواب الست مهدية اللامي، كنت ضيفة كريمة علينا الله. في حصادنا الله شكرا لك سيادة النائب. ومشاهدينا الكرام، حصادنا يستمر وأبرز ما فيه. إذن مشاهدينا، ضمانات صحية وتقاعدية شملت العاملين ضمن القطاع العام من خلال قانون الضمان التقاعدي باحتساب جزء من رواتبهم وكذلك سنوات الخدمة، الأمر الذي استبشر به المراقبون والمواطنون لما له من آثار إيجابية على الواقع الاقتصادي للبلاد ورفع مستوى المعيشة للمواطن. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. هجرة عكسية متوقعة للعمل في القطاع الخاص من القطاع العام بعد انتهاء البرلمان من التصويت على إقرار قانون الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وشمول فئات أوسع من الذين يعملون ضمن القطاع الخاص. القانون شمل قطاعات جديدة، قطاعات ما حد كان شاملها بأي قانون، غير مشمولة بأي قانون سابق، اللي هو فرع الضمان التقاعد الاختياري. يحق لكل مواطن عراقي أن يشمل نفسه بالضمان الاجتماعي، يسدد مبالغ بموجب فئات سوف يحددها تعليمات تصدر من مجلس إدارة الصندوق، تنشمل بها هاي التعليمات، وممكن أن تحال التقاعد في حال توفر شروط. وتأكيدا على المبادئ التي نص عليها الدستور في مواجهة الأزمات الاجتماعية بعد الاستجابة لتطورات المرحلة الحالية وتماشيا مع دعوة منظمة العمل الدولية، تمت الموافقة على هذا القانون الذي يضمن حق العامل من خلال آلية شملت دفع 25% من الراتب العام وتقسيم جزء من راتب الموظف في القطاع الخاص، والجزء الآخر يدفع من مسؤول العمل والحكومة. هذا القانون الذي أنصف وأثلج قلوب الطبقة العمالية، حيث ساهمت الدولة بإعطاء مبالغ ومخصصات لهذه الطبقة العمالية في حالة التقاعد. تعليمات تفصيلية لتسجيل الشركات والمؤسسات والعمال بهذا القانون الجديد والعمل به مقابل وضع العقوبات لأصحاب الشركات غير المسجلين لعمالهم بقانون الضمان، حيث تبدأ بالغرامات ب5 ملايين وتتضاعف في حال تكراره. شمول شريحة واسعة في ظل قانون الضمان الاجتماعي خطوة يعدها المراقبون باتجاه تقليل الضغط على القطاع الحكومي وتعضيده بالقطاع الخاص وإنصاف العامل الكادح. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا القانون وهذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، رئيس مؤسسة أمان للخدمات العامة والتنمية المستدامة المهندس مهند شكر. أهلا بك أستاذ مهند، وترحيب أيضا بالمشاور القانوني في دائرة الضمان الاجتماعي السيد صدام رشيد. أهلا بكم أستاذ صدام. أبدأ معكم سيد مهند، قانون الضمان الاجتماعي ما مدى أهميته، ما مدى تأثيره على حياة العامل بالقطاع الخاص خصوصا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم جميع المشاهدين الكرام. أكيد الضمان الاجتماعي والتأمين هو ضرورة اجتماعية أساسية في حياة الفرد، في حياة الفرد على مستوى جميع الدول ودول العالم، ودولة العراق خصوصا. بفعل العامل تعرض لانتهاكات كبيرة ولديه حقوق، وهو بأكثر حاجة من طبقات المجتمع الأخرى لهذه الحقوق اللي ضمنها القانون، منها توقفات تقاعدية أو منها الرعاية الصحية أو منها إصابات العمل ومنها الخدمات الأخرى. فهذه لها قيمة كبيرة بحياة الفرد وعائلته، أيضا لما العامل يصاب بعجز يستفيد العائلة العامل من التوقفات التقاعدية وتساعدهم بحياتهم اليومية. طيب لكن هل فعلا سيكفل لهم حياة كريمة؟ هل بعد ما يطلع على التقاعد مهما كانت خدمته أو الاستقطاع اللي قامت الحكومة أو الدولة باستقطاع هذه المبالغ من عنده، فعلا هذا المبلغ الراتب الشهري التقاعدي اللي تحت عنوان الضمان الاجتماعي راح يكفل له ولعائلته حياة حرة وكريمة؟ أكيد هو القانون حدد أنه الفرد العامل يدفع اشتراكات للرجل لمدة 20 سنة إذا كان يعمل تحت وصاية رب عمل، أو إذا كان صاحب مشروع فردي يدفع 5% ورب العمل يدفع 12% تصبح 17%. أما إذا كان صاحب مشروع فردي فيدفع 5% والدولة تكمل 9%، عم يصيب له 20 سنة يصيب التقاعد. أما المرأة 15 سنة وتظهر للتقاعد. أما في حالة أنه إصابة العامل في حادث لا سمح الله، فإنه نتيجة الحادث صارت العجز التام أو الوفاة، فراح ينشمل رأسا بالتوقفات التقاعدية وتصبح الورثة راتب تقاعدي من العامل الذي اصيبه بالعجز او الوفاة. فهنا راح تحفظ هاي العائلة كرامتها بهاي السبوبة المبلغ المالي البسيط اللي يساعدهم على قوة حياتهم اليومية واستدامتهم بالعيش. طيب كلام جميل، ارحب بك مرة اخرى سيد صدام. تحدثنا مع سيد مهند عن أهمية هذا القانون، لكن أريد أعرف من عندك، يعني أنتم كدائرة الضمان الاجتماعي كم عدد المستفيدين من هذا القانون؟ عندكم قاعدة بيانات ممكن العمل على أساسها لشمول كل هذه الأعداد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية خاصة لكم جميع المشاهدين قناتكم، حياك الله. أود أن أبين بأن مجلس النواب صوت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. لا. وهذا القانون من أهم القوانين التي صدرت بعد 2003، من حيث أنه احتوى على مميزات وعلى حقوق تنصف الطبقة العاملة التي تعتبر هذه الطبقة بشريحة واسعة بالمجتمع. فيما يخص هذا القانون، ركز على أهم أهدافه هو توحيد الأحكام التقاعدية بين القطاع العام والخاص، حتى يكون هنالك مساواة بين الموظف في الدولة والعامل في هذا القطاع. نعم. فيما يخص قاعدة البيانات، الدائرة لديها قاعدة بيانات تخص العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي فقط، وسوف تقوم الدائرة بتوسعة تلك قاعدة البيانات بوضع أتمتة إلكترونية كاملة لجميع مفاصل الدائرة للتهيئة للشمول بأحكام هذا القانون. وأن هذا القانون يتركز على ركيزتين أساسيتين، وهما الضمان الإلزامي اللي هو العاملين في القطاع المنظم الذي يكون تابع تحت إشراف صاحب العمل أو الإدارة، يعني العمال اللي يشتغلون بشركات ومصانع ورش وغيرها. نعم، هذا يعتبر منظم. طيب. والركيزة الثانية اللي هو الضمان الاختياري سوف يكون لكل عامل عراقي في المجتمع ممن ليس لديه عمل أو صاحب عمل أو لديه عمل لحسابه الخاص.
نعم، أو لديه عمل لحسابه الخاص. فهذه الميزة وهذا الفرع الجديد لا يتوفر في القانون القديم، تم تضمينه في هذا القانون. هو القانون القديم، إذا تسمح لي أقاطعك سيد صدام، القانون القديم هو تطبق حتى نتأمل أن يطبق هذا القانون الجديد؟ نعم، قانون التقاعد والضمان الاجتماعي السابق رقم 39 لسنة 1971 مطبق ومنفذ، وتوجد لدينا متقاعدين أعدادهم أكثر من 18,000 متقاعد يتقاضون الرواتب التقاعدية، وكذلك يتوفر فيه ضمان صحي وإصابات عمل. هذا ممكن اعتباره أنه القانون يطبق، يعني إذا 18,000 هناك ملايين العاملين. نعم، مطبق للعمال المشمولين. أكو عمال مشمول بالضمان الاجتماعي، مشمل نفسه بالضمان الاجتماعي، صاحب العمل مصرح بعمال اللي عنده، ملتزم بالتسديدات، بس أما اللي أصحاب العمل غير مسددين وغير ملتزمين بالتسديد، في هذا القانون الجديد تم وضع غرامات وعقوبات على كل صاحب عمل يخالف أحكام هذا القانون. يعني أكو عندكم إجراءات حتى تجبر وتراقب صاحب العمل. نعم، حتى لا يتحايل على القانون. نعم، يعرف يحاول دائما يسرب عدد العاملين الموجودة عنده، عدد من عندهم يعني ما يسجله أو يعطي معلومات وبيانات غير حقيقية. نعم، إضافة إلى اللجان التفتيشية التي تشكل فوق قانون العمل، والتي تتكون من موظف من الوزارة وموظف من اتحاد النقابات العمال وموظف من اتحاد الصناعات اللي هي اللجنة الثلاثية. إضافة إلى ذلك تم إضافة قسم رقابي أيضا سوف يدقق ويراقب على أصحاب العمل لغرض عدم تهرب صاحب العمل من شمول عماله بأحكام هذا القانون. طيب، حسب قاعدة البيانات اللي عندكم أو القراءات والدراسات، كم عدد العاملين المنظمين وكم عدد العاملين الغير منظمين؟ أرقام تقريبية. نعم، فيما يخص قاعدة بيانات الدائرة تخص المشمولين فقط، يعني العاملين اللي مشمولين بالقانون وفي الدائرة اللي يتقارب أعدادهم أكثر من 600,000 عامل، والأرقام بالتزايد كون الزيارات التفتيشية والشمول مستمر. أما الغير عمال الغير مشمولين هاي لا توجد لدينا قاعدة بيانات كونها تخص وزارة التخطيط ودائرة العمل والتدريب المهني. طيب، أعود لك سيد مهند، يمكن الحديث يجري عن وجود عدد تقريبي يمكن 6 ملايين عامل بالعراق يجب أن يشملهم هذا القانون، لكن برأيك شلون ممكن أن يشمل كل هذا العدد؟ هناك عمال يمكن ما يرغب يروح يدفع التخصيصات المفروضة عليه، هناك أصحاب أعمال شركات ومصانع ومعامل أو ورش يحاول دائما يتهرب من هذا الموضوع، شلون نقدر نضمن أنه هذول 6 ملايين أو أكثر أو أقل كلهم يشملون بهذا القانون؟ نعم عزيزي، في حال تحقيق هذه القوانين اللي تصب بالصالح العام، نعم، يجب أن نوجد ثورة كبيرة من الوعي والإرشاد والإدراك والعمل بصورة جدية لدى كل من أطراف الإنتاج الثلاثة اللي هم من يمثلون العمال ويمثلون أصحاب العمل والحكومة، ثلاثة أطراف أن يعملوا بجدية على تضمين العاملين، وذلك يصبح الجدية نقصد بها شنو؟ لما توفر دعم حقيقي للجان التفتيش وتعمل لهم ضوابط حقيقية لآلية عمل حقيقي بالشارع، تتضمن رفع التقارير وزيارات الميدانية وفرض القانون على الجميع لا يستثنى منهم شخص وآخر، لأن ذلك حيصب إذا كان استثناءات بالموضوع حيصب ذلك في منافسة بالسوق، وبالتالي يصبح التهرب موجود. تمام؟ طيب، هاي بالنسبة يمكن للعمال المنظمين، لكن ماذا عن العمال الغير منظمين الموجودين بمساطر العمالة والصنايعية والفيترية والكهربائيين والنجارين وغيرهم؟ هنا ناخذ دور حقيقة الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق أو الاتحادات اللي ظهرت حاليا أن تاخذ دورهم حقيقي من ناحية التوعية والإرشاد، وأن تساهم الحكومة إعلاميا أيضا من خلال مراكزها الإعلامية بتوفير حملات تثقيفية لهذه الشريحة. إحنا كمؤسسة أمان ساهمنا، صار تقريبا أكثر من سنتين وفرنا صفحات منصات منصة إلكترونية، وساهمنا بتوفير الوعي أنه ننشئ قاعدة بيانات
ندعم بها الاتحاد العام لنقابات العمال هذا العامل يعمل بفلان مكان، واستحصلنا موافقات واسعة من كل جهات القطاعية والحكومية لتسهيل مهمتنا نسجل العاملين بقاعدة بيانات ونوفرها للاتحاد، وبدور الاتحاد ينقلها للوزارة، وحتى الوزارة فتحناهم بكتب رسمية لغض الاستفادة من قاعدة بيانات وتشميل العمال الغير منظمين، يعني نقصد بهم انه ما عندهم رب عمل يعمل لصالحه. نعم. بدنا نوجد آلية تعاون مشترك لغرض انه نطبق هاي القوانين اللي تصب بمصلحة الصالح العام. يعني ممكن يقتنع العامل الموجود بمصدر العمالة انه يروح ويؤدي ما عليه من استقطاع من اجوره ويدفع التعرفة او ما اعرف شو يسموها بالقانون حتى يحصل على بنهاية خدمته، أو عنده عجزة أو عدم قدرته على العمل يحصل راتب ضمان. نعم، أي شخص وخصوصا العاملين بالقطاع الخاص غير منظمين لما يدركون أن لديهم قطعة أرض يستحصلون بها عن طريق النقابة عن طريق الضمان، تمام، لما يدرك أنه لديه عملية مجانية، لديه راتب تقاعدي، لديه فد امتيازات كثيرة، انه هو راح يبحث عن الضمان الاجتماعي. السنوات السابقة والحكومات السابقة كانت ما عرى أهمية حقيقية بهذا الخصوص. الآن اكو توجه حقيقي لتضافر الجهود بشكل كبير لغرض نشر الوعي وهي الثقافة عند العاملين عكس ما كان سابقا، والدليل على انه الاعداد اليوم احنا نصف الشعب العراقي هم عاملين بالقطاع الخاص، والتسجيل اليوم ما بي 600,000 عامل مضمون و 19,000 متقاعد، مو هذا العدد اللي احنا رايدين، ما يعلم فرض القانون وقوته ويوصل مراحله للسجن والغرامات. طيب سيد صدام، ان طبق هذا القانون قانون الضمان الاجتماعي حرفيا وبشكل جيد، الى اي درجه يساعد بتخفيف الضغط عن كاهل القطاع العام، القطاع الحكومي، مؤسسات الدولة، وخصوصا الرغبة بالتعيين في مؤسسات الدولة وتحويل هذه الرغبة نحو القطاع الخاص؟ نعم، سيساعد كثيرا، وذلك كون تم توحيد الأحكام التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون بنفس المعادلة الموجودة في تقاعد الموظفين. هذا من جانب، ومن جانب ثاني يحتوي على مميزات لا توجد في القطاع الوظيفي ومنها الكثير، حيث تم توفير نسبة العجز في إصابات العمل 30% فأكثر، بينما في القطاع الحكومي 65%، وتوفير كذلك إجازات براتب تام فيما يخص الضمان الصحي وكذلك إصابات العمل وإجازات الأمومة للمرأة الحامل خلال الوضع، إجازة 14 أسبوع بأجر تام قبل وبعد الوضع، فيساعد ويساهم كثيرا على تخفيف الضغط على كاهل الدولة من خلال التعيينات في الوظائف الحكومية. طيب سيد مهند، يعني عندكم بالمجال الاقتصادي تتحدثون دائما عن مفردات السوق أو محاور السوق، هذا القانون ممكن أن يعيد هيكلة هذه المفردات من حالة الرمادية إلى شكل رسمي أكثر وضوح بمعالمه؟ نعم أستاذنا عزيز، اليوم التنظيم، شنو هو التنظيم؟ تنظم متى يصبح سوق العمل يحقق الإنتاج والإنتاجية والتطوير بالقطاع الخاص، والذي هو راح يرفض اقتصاد الدولة كهدف استراتيجي أو البعد من هدف الاستراتيجي. هتحقق هذا الامر بعد ما تتم عمليه التنظيم بصوره حقيقيه، من يتنظم سوق العمل. سوق العمل يتكون من ثلاث اطراف، من يمثل العمال واصحاب العمل والقانون. متى وصلنا الى عمليه تنظيم ومعرفه الحقوق والواجبات لكل طرف وتحقيق الفائده المهنيه والاداريه والامنيه والقوانين، هنا وصلنا الى عمليه تنظيم، يعني وصلنا الى عمليه تطوير الاقتصاد اللي هو يسبقه تطوير القطاع الخاص، حتوفر فتح مصانع، توفير ايدي عامله، استقطاب الاستثمار من الخارج للداخل، يعني دخول عمله صعبه. هنا كل هاي العوامل راح ترفض القطاع الخاص وتطوره. طيب جانب اخر، يعني مع كل هذه الايجابيات اللي تحملها مضامين هذا القانون، لكن هل هناك تحديات حقيقيه ممكن ان تواجه
الجهات المختصة أو المؤسسات اللي تحاول تطبيقها، كغياب قاعدة البيانات مثلا لعدد العاملين الموجودين، مش يعني مضمونين أو منظمين أو غير منظمين سيد مهند؟ نعم، التحديات موجودة خصوصا لما تتكلم عن قطاع الخاص. نعم. الأسباب كثيرة، أسبابها تعاقب إدارات الحكومات السابقة المختلفة، المشاكل الموظف القطاع الحكومي هنا صارت أكو عملية تطوير للمهنية، تطوير المؤسسات الموجودة صار بقوانين جديدة، لازم نقلل الروتين. تمام، احنا كمؤسسات مجتمع مدني او منظمات تمثل العمال بقطاع الخاص، صارنا سنتين اسسنا نظام وسجلنا حاليا باكثر من 10,000 قاعدة بيانات حقيقية، وسوينا عملية جذب لهذول العاملين من خلال توفير لهم تأمين صحي اللي هو قانون 239 او الزمه جميع شركات القطاع العام والخاص باصدار وثائق تامين صحي منتسبيهم. تمام، طيب احنا وفرنا هاي العوامل، نجذب العاملين نسجلهم وننسق مع جميع الجهات الحكوميه في وزارات الدوله بانه نسهل عملنا لغرض انه نطبق هاي القوانين. اكو من يسهل امورنا واكو من اللي يعترض، نناقشه مره مرتين مع العلم مفاتحاتنا لمجلس الوزراء يعني يوجهون الوزارات بانه تتعاون تسهل مهمتنا. طيب سؤال اخير لك سيد صدام وارجو جواب مقتضب، ايش قد راح يكون يعني اقل نسبه لهذا الراتب للعامل اللي يكون مضمون بالضمان الاجتماعي؟ نعم، احنا خلينا نص قانوني بانه لا يقل الراتب التقاعدي عن الحد الادنى المحدد لاجر العامل، وحاليا الحد الادنى لاجر العامل هو 350,000. نعم، ما ممكن انه يتساوى مع مثلا مع رواتب موظفي الدوله؟ نعم، احنا فيما يخص المعادله هي مساويه للمعادله التقاعديه لما يخص الموظفين، ولكن لا يقل الراتب عن 350,000 كما هو محدد للحد الادنى لاجر العامل، كونه يسدد على ضوء ما ورد فيه. طيب. وتم وضع مادة قانونية في القانون بأنه يزداد الراتب التقاعدي كلما زادت نسبة التضخم وبحسب نسبة التضخم. الشكر جزيل لكم المشاور القانوني في دائرة الضمان الاجتماعي سيد صدام رشيد، كنت ضيفا كريما، شكرا لكم وشكرا جزيلا لرئيس مؤسسة أمال للخدمات العامة والتنمية المستدامة المهندس مهند، ضيفا كريما سيد مهند، والشكر موصل لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.